احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله هنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانية. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي؟ كنت هنسى ماما ميمي. ابلة ميمي اهلا وسهلا، نورتي يا ابلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي. ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. مش مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد سياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شريهان انتي عاملة ايه في شعرك؟
ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفة؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايز delivery؟ في فطائر المدينة المنورة، حلو؟ في عبغاني 3M ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبدة ومخ العنتيل بس ده حامي عليك. لا انا مش عايزة الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العادية، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول؟ كانوا بيجوا بس خلاص بقى، من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجة من اللي معاكي جوه دول، ساعة، نضارة، جزمة، شنطة، تجيبي أكبر من الشقة دي. كويس إنك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي، أنا حاجتي دي هي أغلى حاجة في حياتي، أغلى إيفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزة أقولك خلي بالك قوي، أنا حافظة حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الأيام لو لقيت أي حاجة منهم ناقصة، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، أي حاجة، أنا هقطم صفارة رقبتك. وعلى فكرة أنا عمري ما هبيعهم لأن مش هينفع حد يلبسهم بعدي، أنا ممكن أولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب أقولك حاجة، أنا وصيتي لما موت الحاجات دي تتدفن معايا زي أجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان أنا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. أقولك على حاجة، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهلة. أيوة سيف، إزايك؟ الحمد لله. أنت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز أطمن عليك. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، واحنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. الحيوة دي بصة طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعة 2 كده. اصل انا عربيتي بايظة فمش عارفة اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر.